السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انخفاض كبير في أسعار البيض اليوم. أعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن التابع لوزارة الزراعة وإصلاح الأراضي انخفاض أسعار البيض بين 6 جنيهات في يوم واحد، حيث سجل سعر البيض الأبيض 74.75 جنيه لكرتونة مقابل 80.75 جنيه لكرتونة البيض الأبيض أمس. وأضاف الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في بيان له اليوم 2/2/2022 أن سعر كرتونة البيض الأحمر بلغ 77.75 جنيه لكرتونة مقابل 83.75 جنيه أمس، بينما حافظ البيض البلدي على أسعاره 85.75 جنيه لكرتونة. وكانت أسعار البيض شهدت ارتفاعا كبيرا في الأسواق خلال الفترة الماضية نتيجة أزمة نقص الأعلاف بالأسواق وارتفاع أسعارها نتيجة أزمة الاعتمادات المستندية، والتي أدت إلى تأخير دخول الأعلاف في الموانئ إلى الأسواق حسب تصريح سابق لمربي ومنتجي الدواجن. ونتج عن مصر وتنتج مصر حوالي 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الانتاج اكتفاء ذاتي بنحو 95% ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الانتاج والاستهلاك نسبة 5% حسب بيانات شعبة الدواجن. هذه الأخبار يا جماعة بتأتيكم من موقع مصراوي المصري. من فضلك اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ويعلم على علامة الكل علشان يوصلوا كل جديد، وشكرا جزيلا لكم.